بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله يا خامس مكملين بدرس الأعداد الكسرية. المرة الماضية تعرفنا على مفهوم الكسر الفعلي اللي هو الكسر العادي، وتعرفنا على مفهوم الكسر غير الفعلي، وتعرفنا على مفهوم العدد الكسري، وتعلمنا كيف نحول الكسر غير الفعلي إلى عدد كسري باستخدام القسمة الطويلة. الآن بدي أحل أول إشي بس معكم هذا السؤال اللي كان معكم واجب المرة الماضية. إحنا اتفقنا يا خامس إنه بكون في عندي الأشياء المسكرة، مثل لما بكون معك دنانير مسكرة ورق، وفي أشياء افراطة. فهلأ بلش معي هون كم وحدة مسكرة؟ هي وحدة 2 3، فهذا شو مشكيله؟ 3 صحيح، أو هذا مشكيله عدد صحيح أو عدد كلي، شو اسمه؟ عدد صحيح أو عدد كلي. بعدين نفتح الكسر، بنحط خط الكسر، هذا شو اسمه؟ خط الكسر. هلأ بنعد هدول 1 2 3 4 5 6، هدول كلياتهم قديش؟ 6. طيب قديه مخبى من هدول 6؟ 1 2 3 4 5، المظلل 5، 5 المظللين. إذا أول إشي كتبت المسكرة لحال، كيف بنقرأها؟ 3 صحيح وخمسة على 6. كيف بنقرأها؟ 3 صحيح وخمسة على 6. هلا بعدين نشوف الثاني. هون أنا عندي 2 مسكرات، فبحط 2، يعني زي كأنه معاك دينارين مسكرات، فهي 2. بعدين بحط خط الكسر. هلا عد معي هون 1 2 3 4 5. إذا الأجزاء الكلية 5. طب الجزء المظلل قديش؟ 1 2، هي الجزء المظلل 2. إذا أول إشي بعد اللي مسكر كامل، اللي مسكرته كاملا، هيها 1 2 3، هيهم عدد صحيح هذا نقوله أو عدد كلي، نقرأه 3 صحيح. بعدين بنشوف اللي فيها إشي مش مسكرة كاملة، تمام؟ الفراطة إحنا بنقولها، فهيهم شوف بعد الأجزاء كاملة. الأجزاء كاملة هي إيش؟ هي المقام. أما الأجزاء المضللة بنحطها وين؟ بنحطها بالبط. بعدين لتحت هذا في الإشي في عندي 2 مسكرات، فهذا بنقول له 2 صحيح. بعدين بنعد الأجزاء كلياتها بنحطها بالمقام، الأجزاء الكلية اللي هم 5 أجزاء. بعدين بنعد الأجزاء المضللة بنحطها بالبط، الأجزاء المضللة بنحطها بالبط. طيب هلا عشان نحل السؤال الثاني اللي هو هذا، اكتب كل كسر غير فعلي في صورة عدد كسري. خلينا نروح للوح عشان ايش؟ عشان نحلهم مع بعض بالقسمة الطويلة. اول اشي كان عندي اللي هي ايش؟ 21 على 5، اي 21 على 5. هلا شو كنا نقول لك؟ كنا نقول لك اعمل قسمة طويلة، فيلا نعمل قسمة طويلة. هي 21 تقسيم 5. هلا نيجي نقسم 21 على 5، قد فيها؟ فيها 4. 4 ضرب 5 20. بعدين بنطرح 21 ناقص 20 1. هلا بوقف. هلا المهم هون اهم اشي اللي هو ايش؟ العدد الناتج هذا بنكتب انه هو العدد الصحيح، او من بيقولوا له بالكتاب العدد الكلي، تمام؟ العدد الكلي، فهذا ايش؟ اللي هو الناتج. فشوف كيف بدي اكتبه، فبكتب هيها كيف بدي احولها. هيني حولتها، شوف كيف هي 4 صحيح. هلا بفتح مين؟ بفتح للكسر. مين اللي رح يكون بالبسط ومين اللي رح يكون بالمقام؟ هلا شوف المقسوم عليه اللي هو هون رح يكون وين؟ بالمقام. اذا المقسوم عليه اللي هي 5 رح يكون بالمقام. طب والباقي؟ الباقي هذا رح يكون وين رح احطه؟ رح احطه بالبسط. شوف كيف بدي اكتبهم هلا. يلا هي البسط 1 والمقام 5. اذا بعد ما تعمل قسمة طويلة بيطلع عندك ناتج وباقي والمقصود.
مقسوم عليه، فالناتج هو العدد الصحيح، تمام؟ بحطه عدد صحيح لحاله، أما الباقي فهو البسط، والمقسوم عليه هو المقام. ودائما يا خامس، دائما دائما المقام يبقى كما هو، يعني هاي المقام هون 5، فالمقام هون لازم يطلع 5، ممنوع يطلع إشي تاني، تمام؟ فهيها خلصت قسمة العدد الصحيح اللي هو الناتج، والبسط هو الباقي، والمقام أولا بضل زي ما هو، واللي هو مين؟ اللي هو المقسوم عليه. طب نحل المثال الثاني. السؤال الثاني كان 11 على 3. مرة ثانية ركز معي، شو عملت؟ عملت قسمة طويلة، هاي 11 تقسيم 3. هلا 11 تقسيم 3 فيها 3 3 3 9. هلا 11، طبعا اذا انتم شايفين مسألة القسمة بتكون كثير بسيطة، مو زي مسائل القسمة اللي احنا كنا نحلها بوحدة القسمة، لا كثير سهلين. 2. هلا شوف كيف بدي اكتبها، هاي الناتج اللي هو العدد الصحيح، فبكتب له 3 صحيح، بعدين بفتح بحط خط الكسر، فتحت للكسر. هلا المقام هي 3 اللي هو المقسوم عليه، وهو هون 3 فبيضل تحت 3. البسط اللي هو ايش؟ الباقي، قد ايه كان في عندي باقي؟ 2، فالباقي 2. اذا مره ثانيه بعمل قسمه، ناتج القسمه بحطه عدد صحيح او عدد كلي، بعدين المقسوم عليه يبقى في المقام، والباقي بنحطه وين؟ في البسط. آخر وحدة أو آخر مسألة كانت معاكم امبارح، اللي هي 18 على 4، وقلنا لك اعمل كمان قسمة طويلة، هي 18 تقسيم 4. 18 تقسيم 4 فيها تقريبا 4، فأربعة بأربعة 16، 8 ناقص 6 2 0. هاي خلصت عملية القسمة. يلا نيجي نحطهم. عندك هون الناتج هو 4 صحيح، هاي 4 صحيح، بعدين بفتح للكسر. المقام اللي هي المقسوم عليه هاي هالكسر، وتأكد كيف بتأكد انه المقام دائما بيضل زي ما هو. بعدين الباقي 2، هاي الباقي 2. شو صارت؟ 4 صحيح و2 على 4. كيف بقرأها؟ 4 صحيح و2 على 4. طيب هلأ هذا اللي احنا تعلمناه المرة الماضية، اللي هو كيف؟ اللي هو كيف احول العدد، او عفوا الكسر غير الفعلي الى عدد كسري، اللي هي بايش؟ باستخدام القسمة الطويلة. طيب لو كان عندي، هلأ الفكرة الثانية بالدرس، لو كان عندي ايش؟ لو كان عندي هو زي هيك عدد كسري، وانا بدي احوله لشو؟ بدي احوله لكسر. فخلينا نشوف كيف بدنا نعمل هاي الشغله. خلينا نشوف الفكره الثانيه بهذا الدرس، اني احول بالعكس. يلا مثلا لو كان عندي مثال 2 صحيح 2 صحيح و 3 على 4. الآن هذا بدي أرجعه إيش؟ بدي أرجعه كسر، بس على مقام من غير العدد الصحيح، بدي أشيل منه العدد الصحيح، تمام؟ فرج معي هاي الطريقة، بنقولها طريقة الساعة، سهلة كتير كتير، اللي هي إيش؟ بعمل زي هيك، زي كأني بمشي مع الساعة هيك هيك، تحت بحط ضرب وفوق بحط جمع. هلا شوف كيف عشان اتخلص من العدد الصحيح وارجع كسر، بدي اتخلص من العدد الصحيح ويضل عندي بس على مقام، فحنستخدم طريقه بنقولها طريقه الساعه، اللي هي ايش؟ اللي هي بحط سهم وسهم، السهم الاول عليه ضرب
السهم الثاني عليه جمع. فيلا هلأ افتح لي الكسل، هاي خط الكسل، هلا شوف كيف 2 ضرب 4 زائد 3 ويبقى المقام كما هو. زي ما قلنا دائما المقام ما بيتأثر، دائما المقام بيضل زي ما هو. فهيها الآن خلينا نعمل العمليات. 2 بأربعة 8، 8 زائد 3 الثاني بحكي على 4، 8 زائد 3 11 على 4. إذا هيك تخلصت من شو؟ تخلصت من العدد الصحيح بطريقة شو بنقولها؟ طريقة الساعة، هي 4 ب 2 زائد 3 والمقام يبقى كما هو. طيب خلينا نحل كمان أمثلة مع بعض على نفس الطريقة. هلا هاي ما بتحتاج أسمنت. فيلا نشوف كمان أمثلة. فمثلا لو قلت لك 3 صحيح هو 2 على 3، كمان 8 صحيح هو 1 على 4، آخر مثال 10 صحيح هو 2 على 7. شو بقول لك السؤال؟ اكتب كل عدد كسري في صورة كسر غير فعلي. فأنا بدي أحولها لإيش؟ بدي أحولها لسطور عادية زي ما كنا إيش؟ بحط على مقام وأشيل منها العدد الصحيح. كيف؟ بطريقة الساعة. فرش كيف؟ هي برسم سهم هيك، سهم هيك، على السهم اللي تحت ضرب، والسهم اللي فوق جمع، ضرب جمع. الآن يلا 3 ضرب 3 9. طب 9 زائد 2 9 و 2 11، فهيها ايش؟ 11. إذا أنا عملتها مع السريع زي ما عملت قبل شوي. 3 هيها 3 ضرب 3 بعدين زائد 2. طبعا والمقام بضل زي ما هو. 3 ب 3 9. طبعا الأولوية للضرب، لازم 3 ضرب 3 بعدين أجمع. 3 ضرب 3 9 زائد 2 11 والمقام يبقى كما هو. هيني رجعت حولته لإيش؟ كسر غير فعلي. تمام؟ هلا نشوف اللي بعدها. السؤال اللي بعده اللي هي نفس الإشي، 8 صحيح، فهي بحط السهم الأول، هاي السهم الثاني، ضرب جمع. هلا شوف 4 ضرب 8 32. طب 32 زائد 1 شو بتصير؟ بتصير 33 على 4. طيب نشوف آخر وحدة نفس الإشي، اضرب بعدين اجمع، هي ضرب جمع. تمام؟ 7 ضرب 10 70، 70 زائد 2 شو بتصير؟ 72 على 7. ممتاز. إذا بهذا الدرس اتعرفنا أولا على مفهوم الكسر الفعلي، وعلى مفهوم الكسر غير الفعلي، وعلى مفهوم العدد الكسري، ومن ثم تعرفنا كيف نحول أول إشي، هيها كيف نحول من كسر غير فعلي لعدد كسري بالقسمة الطويلة. وزي هذا الترتيب تماما بركبهم تحت، الناتج بيكون عدد صحيح، المقام اللي هو المقسوم عليه. ودائما دائما يا خامس عشان تعرف انه انت بتحل صح، سواء بالتحويل من كسر غير فعلي لعدد كسري او من عدد كسري لكسر غير فعلي، دائما دائما المقام يبقى كما هو، ما بلعب بالمقام. تمام؟ بخلص القسمة وبرتبهم. وبعدين الفكرة الثانية بهذا الدرس كانت انه احول الكسر او العدد الكسري لا كسر غير فعلي. كيف كنت احوله؟ بطريقة اسمها طريقة الساعة، اللي هي ايش؟ لما اقول لك 1 صحيح و2 على 5،
كيف بتحولها؟ بتحط أسهم زي الساعة، تمام؟ هي سهم وهي سهم، على اللي تحت بنحط ضرب وعلى اللي فوق بنحط جمع. 5 ضرب 1 5 زائد 2 7، فبحط 7 والمقام بيضل زي ما هو اللي هي ايش؟ 7 على 5. طيب هلا هيك بنكون انهينا الدرس. هاي كانت اخر فكرة بدرسنا لليوم. طيب خلينا نوقف الحصة ونشوف اسئلتكم.